السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء، مرحبا بكم في درس جديد من دروس الرياضيات، والدرس 32 قراءة الساعة دون دقائق. أهدافي من هذا الدرس: قراءة الساعة التامة دون دقائق. نبدأ بأكتشف وأتمرن. التمرين الأول: أكمل كما في المثال. إذن لاحظوا هذا المثال: تستيقظ خديجة على الساعة 7 صباحا. لاحظوا هذه الساعة العقربية مكونة من عقربين اثنين، أحدهما صغير وآخر كبير. العقرب الصغير يشير إلى الساعات، والعقرب الكبير يشير إلى الدقائق، لكن في هذا الدرس سنكتفي فقط بقراءة هذا العقرب الصغير والخاص بالساعات. إذا لاحظوا في هذه الصورة أن العقرب الصغير يشير إلى الساعة 7. إذا الآن نحدد هذه الساعة. تدخل القسم على الساعة. لاحظوا يشير العقرب إلى الساعة 8. إذن تدخل القسمة على الساعة 8 صباحا. المثال الثالث: تتناول وجبة الغداء على الساعة. لاحظوا العقرب الصغير يشير إلى الساعة 1. إذن تتناول وجبة الغداء على الساعة 1 زوالا، وتذهب إلى فراش النوم على الساعة 10 ليلا. ننتقل الآن إلى التمرين الثاني: أربط كما في المثال. لاحظوا هذا المثال: هذه الساعة العقربية تشير إلى 6، ربطناها بهذه الساعة الرقمية والتي تشير كذلك إلى الساعة 6. لاحظوا الآن هذه الساعة العقربية: العقرب الصغير يشير إلى 3. إذن نربط هذه الساعة بهذه الساعة الرقمية، ثم هذا العقرب الصغير يشير إلى الساعة 12 تماما. إذن أربط هذه الساعة العقربية بهذه الساعة الرقمية، وهنا العقرب الصغير يشير إلى الساعة 9. إذن أربط هذه الساعة العقربية بهذه الساعة الرقمية. ننتقل الآن إلى التمرين الثالث: أرسم العقرب الصغير كما في المثال. لاحظوا هذا المثال: العقرب الصغير بالأحمر يشير إلى 8، كما تشير إليها الساعة الرقمية. لدينا هذه الساعة الرقمية تشير إلى 11. إذن سأرسم العقرب الصغير في اتجاه 11، ثم هنا تشير الساعة إلى 5. أرسم العقرب الصغير في اتجاه 5، وهذه الساعة الرقمية تشير إلى الساعة 2. أرسم العقرب الصغير في اتجاه 2، هكذا. نمر الآن إلى حصة استثمر. التمرين الأول: ألون العقرب الذي يشير إلى الساعة بالأحمر. إذا العقرب الذي يشير إلى الساعة هو العقرب الصغير. ثم لاحظوا هذه البطاقة، لدينا هنا الساعة 2. إذا سنلون هذا العقرب الصغير الذي يشير إلى 2، هكذا. وهنا الساعة 7، ألون هذا العقرب الذي يشير إلى الساعة 7، ثم ألون هذا العقرب الذي يشير إلى الساعة 4 بالأحمر. التمرين الثاني: أرسم العقرب الناقص بالأحمر أو بالأزرق. إذن إما سأرسم العقرب الصغير أو سأرسم العقرب الكبير حسب كل حالة. الحالة الأولى: تشير هذه الساعة إلى 7، لدينا هنا عقرب يشير إلى 12، إذن فهذا هو العقرب الكبير. نحتاج الآن إلى رسم العقرب الصغير في اتجاه الساعة 7، هكذا. لاحظوا هكذا. ثم هنا لدينا الساعة 5، لدينا هذا العقرب الصغير الذي يشير إلى 5. نحتاج الآن إلى عقرب كبير في اتجاه 12، هكذا. لاحظوا معي.
وفي هذه البطاقة الأخيرة تشير الساعة إلى 9، إذا سأرسم عقربا صغيرا في اتجاه الساعة 9 هكذا. جيد، ممتاز. ننتقل الآن إلى التمرين الثالث. أربط كل ساعة بما يناسب. أربط كل ساعة بما يناسب. لاحظوا لدينا هنا الساعة 9، هل نتناول وجبة الغداء على الساعة 9؟ لا. لاحظوا هنا هذه الفتاة تستيقظ من النوم، ولاحظوا هنا الفتاة في المدرسة. إذن أي الصور مناسبة لهذه الساعة الأولى؟ إذا الصورة المناسبة لهذه الساعة هي هذه الصورة، بحيث أن الفتاة تتواجد في المدرسة، وسنربطها مع هذه البطاقة على الساعة 9 صباحا. ثم هنا لدينا الساعة الواحدة، وهو وقت تناول الغداء، سنربطه بهذه البطاقة. ثم لدينا الساعة 7، وهو الوقت الذي تستيقظ فيه الفتاة من نومها، طبعا الساعة 7 صباحا، وسنربطه مع هذه البطاقة. ننتقل الآن إلى أتذكر. لاحظوا هذه الساعة العقربية، عندما يكون العقرب الكبير على 12، العقرب الصغير يشير إلى الساعة 10. العقرب الصغير يشير إلى 10. نقرأ فقط إشارة العقرب الصغير ونقول تشير الساعة إلى 10، مثل هذه الساعة الرقمية.